على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق شوطنا العاشر واخر اشواطنا من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ولي عهد ابو ظبي حفظه لدولة الامارات العربية المتحدة. على بركة الله نبدأ مع الصدارة، نسير مع المقدمة ريسنج مع المركز الاول سعيد بن سالم بن علي الي ديلي مع المركز الاول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، المركز الثاني من الجانب الاخر اتابع التقدم. هناك ايضا شمعدان يتقدم، محمد بن سليم بطير بن سهيل العامري الى البداية والى المركز الاول. المركز الثالث، ثالث المراكز هناك الريم خليفة بن بخيت بن علي بن سعودي الاكتبي، والمركز الرابع، رابع المراكز راشد بن محمد بن راشد بن غدير يقدم لنا هذا الاسم المنطلق، وهذا ايضا الاداء المميز من الجانب الاخر. وتابع ايضا هناك دابان على المركز الرابع، ولكن هنا القدوم ايضا من الشبابي سعيد بن محمد بن سعيد الفلاسي يقدم لنا الشبابي، ولكن الله يا ابو الصغير، الله يا ابو الصغير عبد الله بن الصغير بن حصيبان العويسي القادم ايضا القادم، ولكن البدايه مشاهدينا الكرام مع شمعدان، البداية مع الظبي سعيد بن خميس بن عامر العمري، الله يا بن عامر البداية عندك يا بن عامر، سلام يا فلي مشايخ، سلام يا كامل الوافي، سلام يا حصيبة، سلام تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز من خلال الظبي سعيد بن خميس بن عامر العمري. المركز الثاني الغربي علي بن حويل بن مهدي آل عامر، والمركز الثالث كان فيه شاهين محمد بن قنوم سعيد بن كديدة. هكذا النتيجة، نعود بالتهنية لمالك الظبي سعيد بن خميس بن عامر العمري، سلام يا فلي مشايخ، سلام يا حصيبة، سلام تهانينا والناموس لولاية الكامل والوافي على هذا الأداء المميز من خلال الظبي. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي إلى ختام سباق هذا اليوم، تقبلوا تحيات جميع العاملين هنا على أرضية هذا الميدان بقيادة خليفة بن حميد بن سحر الشامسي، تقبلوا تحياتي فيصل محمد الكيبالي وإلى اللقاء.